فرع المباحث الجنائية العسكرية قسم المباحث العسكرية بحماة والانشقاق عن الجيش الأسدي القمعي وتشكيل كتيبة شهداء كفر أنبوذة والتحاقه بفرقة سليمان المقاتلة. والله ولي التوفيق، عاشت سوريا حرة أبية، وهذه هويتي. أنا الرقيب أول عبد الله رفعت محمد، أعلن الانشقاق عن إدارة المخابرات الجوية وتشكيل كتيبة شهداء بني عز والالتحاق بفرقة سليمان المقاتلة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الملازم أول سليمان الملا، أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وتشكيل كتيبة شهداء حرستا والتحاقنا بفرقة سليمان المقاتلة، وهذه هويتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب أول محمد زهر الدين الخاص من مرتبات إدارة المخابرات العسكرية، أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وتشكيل كتيبة شهداء كرناز والتحاقي بفرقة سليمان المقاتلة. والله على ما أقول شهيد، وهذه هويتي، عاشت سوريا حرة أبية. أنا الرقيب أول عبد المنعم معيوف، أعلن تشكيل انشقاقي عن الجيش الأسدي القمعي، وأعلن عن تشكيل كتيبة شهداء كفر زيتا وانضمامي إلى فرقة سليمان المقاتلة. أنا الرقيب أول محمد حمدي، أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي القمعي وتشكيل كتيبة شهداء حماة والتحاقي بفرقة سليمان المقاتلة، وهذه هويتي، وعاشت سوريا حرة أبية. أنا الرقيب أول جمعة عبد الكريم الحسن من مرتبات القوات الخاصة فرقة 14-36، وأعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي القمعي، وأعلن كتيبة شهداء جسر الشغور وانتباهي إلى فرقة سليمان المقاتلة، عاشت سوريا حرة أبية.